تنطلق المسابقة السادسة جائزة خبيرة المسافة ديال 1750 متر 15 مشارك، بداية ممتازة ليمكون رقم 10 اللي كينطلق في المرتبة الأولى، محاولة كذلك من جانب صفا ضام رقم 11، وكذلك خروج من جانب رقم 6 مولاي البلاد، ثم كذلك من الجهة الوسطى يمكن أن نتابع رقم 2 شكرا بالقرب من ريم إيفانت رقم 9، يمكن أن نشوف كذلك من الجهة الخارجية هناك رقم 14 من الجهة الوسطى، كذلك أنا كنتابع عايات إيناس ضام كذلك في محاولة للاقتراب من الجهة الخارجية، كذلك تأخر كبير ديال نيزابيلا بوسكورا، وكذلك يمكن أن نتابع الفار رقم 1 يمكن رقم 10 الألف مرتبة الأولى في منافسة مع صفاء ضام رقم 11، وكذلك أنا كنشوف رقم 4 ويرات بوسكورا اللي كذلك ضمن كوكبة المقدمة بالنسبة لهذا السباق. نيزابيلا بوسكورا الآن في منافسة مع صفاء ضام رقم 11، وكذلك يمكن رقم 10 لحد الآن، كذلك نشوف خروج شكرا رقم 2 في محاولة للاقتراب، وكذلك يمكن أن نتابع الصعود من جانب رقم 6 مولاي البلاد اللي كذلك يحاول ينطلق من الجهة الوسطى رقم 8، كذلك هنا فادي ضمن كوكبة المقدمة عبد القادر القندوسي اللي كيصارع في هذا السباق لحد الآن. عبد الرحيم فضل ينافس الآن مع صفاء ضام، وكذلك يمكون رقم 10 في المرتبة الثالثة شكرا رقم 2، وكذلك أنا كنتابع رقم 8 فادي 2 محاولة للعودة من جانب كل من رقم 5 رقم 15 في هذا المسابقة، وفار رقم 1 اللي هو بعيد جدا كل البعد عن المنافسة، ولا أظن على أنه يقدر يجيب شي مرتبة جيدة في هذا السباق. نيزابيلا بوسكورا الآن في المرتبة الأولى لكريس بطيء جدا بسبب أكيد أحوال الطقس واللي شكلت نوعا ما عائق بالنسبة لهذا الخيول، خصوصا على الحلبة بالنسبة لهذا السباق. تنطلق مسابقة قوية جدا لحد الآن، مازال كنشوف التقدم ديال نيزابيلا بوسكورا رقم 3 اللي كتنطلق في المرتبة الأولى في المنافسة، كذلك مع رقم 2 شكرا، وكذلك أنا كنشوف رقم 11 صفاء داماري اللي تقدر تفوز بهذا السباق، يمكن رقم 10 في محاولة للاقتراب من جهة الحاجز انطلاقة ديال شكرا رقم 2 اللي غادي يفوز، يقدر يفوز بهذا السباق شكرا رقم 2 ينطلق بقوة شكرا رقم 2 أظن فوزي شكرا رقم 2، ورقم 3 نيزابيلا بوسكورا في محاولة لمصارعة للحفاظ على المرتبة الثانية شكرا رقم 2 اللي غادي يفوز، ونيزابيلا بوسكورا أو يمكن اللي يقدر يفوز بهذا السباق. إذا هنا شكرا في المرتبة الأولى، ثم يمكن ونيزابيلا بوسكورا في مرتبتين الثانية والثالثة متبوعين صفاء ضام رقم 11. إذا هذا هو خماسية المقدمة بالنسبة لهذا الشوط، لحظة تقوم نتائج الوصول المؤقت.